الصبايا واهلا وسهلا فيكم في كيرل كوزماش شانل. اليوم رح نحكي عن شغلتين. اول شغله رح نحكي عنها اليوم هي اول مره بروح على ماك وبشتري اغراض ميك اب، مش برشز وبرش كلينزرز وهالاشياء. فرحت على ماك على اساس بدي اجرب كم من شغله من ماك. قررت انه بدي اجرب بلاش، بدي اجرب اي شادو، بدي اجرب ليبستيك. ما حبيتش اشتري اكثر من شغله من كل غرض لانه ما عرفتش اذا رح احب الاشي ولا مش رح احب الاشي. فشريت واحد ليبستيك، واحد بلاش، وواحد اي شادو. رح ابلش باكثر شيء استعملته هو الليبستيك. والليبستيك هذا اسمه فيفا جلام نمره 3، فيفا جلام 3، والفينش تبعته هي مات، يعني فيش فيه ولا اي نوع من انواع اللمعات اللي موجوده بتاريخ البشريه. ف اللون بيجي هيك بوردو على بني كتير كتير حلو. الاشي اللي حلو فيه انه هو بضاين وقت طويل 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 طويل، يعني بالنسبه للليبستيكس العاديات اللي بيقولوش انه هن لونج لاستنج، هذا اكتر ليبستيك بضاين على شافي من الاشياء الموجوده عندي. لونه كتير كتير مناسب للخريف، يعني واحد من احلى الليبستيكس اللي عندي لهاي الفتره. عم بفكر حتى انه استعمله بالكريسماس وبالنيو ييرز ايف وهالاشياء، فكتير كتير مرتاح له. الاشي الوحيد اللي ما حبيتوش فيه هو الريحه. كثير ناس بيجي بيقولوا لكم ريحه ماك ليبستيك هي مثل الفانيلا وبعرف ايش. اول شيء انا والاشياء اللي فيهم ريحه فانيلا مش هالقد صعب ذوقي شو اعمل. ثاني شيء انه حسيت انه ريحته مش بالضبط فانيلا، ريحته هيك زي فانيلا على بلاستيك على مش هالقد شيء حلو، فالريحه تبعته مش هالقد عجبتني. طبعا الاشي هذا بالذات يعني على حسب ذوق الانسان، كل واحد عنده ذوق بيختلف عن الثاني. فانا بالنسبه لي ريحه الليبستيك تبع ماك مش هالقد حلوه. ثاني اشي شريته من ماك وعن جد بلشت استعمله كتير وانا كتير كتير حاببته هو بلاش من ماك، واسم هذا البلاش فرانكلي سكارلت. راح افرجيك اياها، بريك الباكج عشان تشوفوا قديش الاشي حلو. فرانكلي سكارلت هي بلاش اللي برضو الفينش تبعتها مات، ولونها بيجي يعني زي احمر على بطيخي على هيك اشي كتير حلو. راح افرجيك اياها اسا، طبعا الاضاءة مش هالقد راح تساعدنا، بس انا صرت مصورتهن كلياتهن باع اضاءة منيحة، وراح بس راح احط لكم صور لكل سواتشز باخر الفيديو تقريبا. فهاي البلاش كتير كتير ممتازة، بضاين على الوجه كل نهار. البيجمنتيشن تبعتها او قوة اللون تبعها كتير قوي، لحد لدرجة انه الفرق بين انك تصيري مهرجة وانك تكوني نخشة كتير قليل. يعني حاجة الواحد يكون كتير كتير حذر وياخد شوي صغيرة يحط له شوي صغيرة على الاداء عشان يتأكد انه اللون ما يكونش هالقد قوي ويعملكم يعني انا عارفه مهرج او شيء اشي. فديروا بالكم لما تستعملوا هذا البلاش. بس هو بخوته انا كتير 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 حبيتها، واحد من احلى البلاشز اللي شريته هذا السنه اكيد. واخر اشي الصراحه بعدني مش هالقد مستعملته من ماك وهو الاي شادو تبعهم. صار لفتره عم بدور على اي شادو لونه برتقاني، وطبعا مش هوي تلاقوا هالاشياء بكل الشرك. اما بماك الاشي الحلو بماك انه في كتير الوان، في كتير فينيشز من كل لون، وكان في هذا اللون البرتقاني واسمه من مثل لونه اورنج، والفينش تبعته اظن كمان مات اذا انا مش غلطانه. الفينش تبعته مات، فيش فيه ولا اي لمعه. راح افرجيك اللون بريت الباكج طبعا. كتير كتير اللون حلو. جربته بالمحل تبع ماك بالناصري ب بيج، وكان كتير كتير حلو. جربته على البينت بوت تبعهن، مش عارفه انه واحد كان، بس كان اللون كتير حلو. ما مصدق قلت ابلش استعمله. عم بفكر اشاركه بواحد من التوتوريالز اللي راح اعملهن لسه بشهر 11، بس راح احط لكم صوره للسواتشز اللي عملتهن. ويلا ننتقل للموضوع الثاني اللي هو هاي ريحه من بيت الروايح الفرنسي بوشغون. طبعا اللفظ تبعي مش كتير منيح، فعم بحاول قصارى جهدي زي ما بقولوا. انه الموضوع الثاني اللي راح نحكي عنه اليوم هو هاي الريحه اللي اسمها بليس بندوم من بيت الروايح الفرنسي بوشغون. للاسف انا ما بعرفش احكي فرنساوي، فاذا لفظت الشركه هاي بشكل كثير كثير غلط صلحوني وتضحكوش علي. فالمهم انه هاي الريحه مصممه على اساس انها تكون من ناحيه شكل مشابهه ل بليس بندوم نفسه اللي في باريس. المفروض انه لما الضوء يفوت بقلبها يعطي نفس الايفكت اللي بعطيه لما الضوء يفوت ببليس بندوم نفسه. اما الحجر اللي فوق فهو برمز لشركة بوشغو، وهيك هو شكله كتير حلو. من ناحية التصميم انا التصميم الانيني كتير عاجبني، كتير حلو، كتير اليجنت، وكتير كتير هيك راقي وشيك. اما من ناحية الريحة هو يصنف كريحة اللي هي فلورال، يعني هي وردية، هي كمان اورينتال يعني هي بتيجي شرقية، وهي كمان وودي يعني فيها هاي ريحة حطب على ريحة خشب على ريحة هيك كتير كتير اورينتال شرقية.
أما من ناحية مكونات فطبعاً أنا مش حافظت عن غيب، فراح أضطر إنه أقراهن من الدفتر. أقوى إشي موجود فيها اللي هو الفلفل الوردي، زهر البردقان، ماء الورد، المندلينا والزهر. فيها كمان ياسمين، زهرة الفوانيا، عسل وشوكولاتة، وفيها الأرز، شجرة الأرز، وفيها شوية ريحة الجوز على كراميل. اللي عمل هاي الريحة هن اثنين، واحد اسمه أوليفر كريسب بوزن، والتانية اسمها ناتالي لوسون. وهذا الاشي ساعدني افهم ليش انا ما حبيتش الريحه وامي حبت الريحه، ليش كان في عليها هذا الاختلاط بالاراء. اوليفر كريست بعمل ريحه انج ديمو اللي هي الريحه المفضله تبعت امي من بيت جيفانشي. انا صراحه هاي الريحه ما بقدرش اتحملها، بتعمل لي وجع بطن كتير كتير قوي. طبعا هذا الاشي بدلكم انه كل واحد عنده ذوق من ناحيه الروائح، كل واحد بحب ريحه شكل. هاي الريحة أنا كمان ما حبيتهاش، ليش؟ لأنه فيها مكونات اللي أنا بحبهاش، يعني فيها كذا شغلة من المكونات اللي قبل شوي حكيت لكم عنها، اللي أنا صراحة بحبهاش لا ريحتها ولا طعمتها. فكان بالنسبة لإلي إنه هاي الريحة لما شميتها دغري عرفت إنه هاي الريحة مش ريحة مناسبة لإلي. طبعا من ناحية روايح كل واحد له ذوق تبعه، زي ما قلت لكم أمي حبتها أنا ما حبيتهاش، الإشي هيك بيكون، يعني دائما في اختلاف في الآراء على الروايح. الروايح اللي أنا بحبها مش شرط كل الناس يحبوها، والروايح اللي باقي الناس بحبوها مش شرط انا احبها، فالاشي بتعلق كل واحد وذوقه. انا بنصح اذا انتم مهتمين بهاي الريحه وحابين تعرفوا اكثر عنها انكم تروحوا على محل ببيع روايح وانكم تشموها، لانه اول شغله زي ما حكيت لكم الروايح هي كثير متعلقه بالذوق، فكل واحد وذوقه. ثاني شغله، كل ريحه تتفاعل مع الكيمستري، مع الكيمياء تبعت جسم البني ادم بشكل مختلف عن الجسم الثاني، فالريحة نفسها بتتفاعل مع كل جسم بشكل مختلف عن الثاني، لانه بالاخر الكيمياء تبعت كل جسم مختلفه من واحد للثاني. وهيك هذا هو، خلصنا لليوم. شكرا كتير انكم حضرتوا الفيديو تبعي لليوم، وانا كتير كتير مبسوطة اني شاركت معكم هاي الاشياء. اذا في عندكم اي تعليقات او اذا في عندكم اي طلبات حابين تطلبوها مني، اذا حابين اني اجرب شغلة معينة اكتبوا لي اياهن تحت في صندوق المعلومات. اذا حابين تعرفوا ايش موجود على وجهي اليوم، انه ليبستيك استعملت، انه بلاش هيك وهيك وهيك، كلها بتكون موجود بصندوق المعلومات تحت، افتحوا وبيطلعوا كل اشي بدكم اياه. بتلاقوا كمان لينكس عشان تعملوا لي فولو بصفحة الانستغرام تبعتي او بصفحة الفيسبوك، تعملوا لي لايك، بكون كتير كتير ممنونة لكل واحد اللي بيعمل هيك اشي معاي، لانه انا كتير كتير فعالة بهاي المحلات اكتر مما انا فعالة هون بيوتيوب. وطبعا بكون لذيذ انه نتواصل بطريقة او باخرى. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب للشانل تبعتي عشان دايما تعرفوا ايش انا بعمل، اشياء جديدة او فيديوهات جديدة، يكونوا دايما محتلين بهذا المجال. شكرا كثير انكم حضرتوا الفيديو تبعي، وبتمنى اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.